الإسلام عندنا هو سلسلة مدري في الميسيون كلها. قضى باختصار وبكل يعني لقد ارتكبت يعني المجموعات هذه العلمانية خطأ استراتيجيا عندما يعني تجاهلت المكونات الأساسية التي تشكل الشخصية الوطنية هنا وخاصة العامل بتاع الإسلام وكذلك عامل بتاع الأمازيغية. فإذا يعني علينا أن نفهم علاش ما نجحناش في بلادنا يعني علاش بقات يعني يا ريت لو كان يعني صح سيدي رام تغلبوا علينا وكخط يعني استقلالي قوموا بشيء ما قاموا بتنمية البلاد لأنه في هنالك أصل اقتصادي قاعدة اقتصادية لا يمكن أن نتجاوزها وهو أن أي مشروع تنموي لا يأخذ بعين الاعتبار المقومات الأساسية لشخصية المواطن يكون مآله الفشل لأنه لا يستطيع تحريك جوانب الفعالية في المواطن بل يعمل على تغريبه وإبعاده عن محيطه الطبيعي. فإذا يعني هذا من جانب الخط التغريبي واش دار يعني. وبالنسبة للتوجهات الأخرى التي حاولت أنها تمثل عمق الاستقلالي هذا الخط الاستقلالي هذا أو الحضاري وخاصة التيارات الإسلامية فيها لأن أبناء الصحوة هم يعني تيار أقوى جلها يعني إن لم تكن كلها لم تفلح كذلك الانتقال من مرحلة الدعوة ونشر الأفكار والمفاهيم إلى مرحلة السياسة وشؤون الدولة والحكم وترجمت يعني المفاهيم هذه اللي عندها إلى برامج واقعية ميدانية كلاهم بقوا دايرين هذا وخلوا النظام يعني يجي في الفساد وكذا. نحن نؤكد كخلاصة لهذه النقطة اعتقادنا بأن واجبنا الجماعي بوصفنا كجزائريين هو المساهمة الجادة لطي صفحة الماضي وذلك من خلال السعي الجماعي لإزالة سوء الفهم وإيجاد إرادة جماعية للاعتراف بحق الجميع الحرية والتعريف بأنفسهم بعيدا عن الأحكام المسبقة وحق الشعب في اختيار الحر بين مختلف المشاريع السياسية والاجتماعية والمثارة بالنقاش. لماذا صمد النظام في رأيك وتشتتت المعارضة؟ شوف باختصار صمد النظام بسبب ضعف المعارضة وغياب معارضة حقيقية في الحقيقة وبسبب تخوف النزهاء من المؤسسة العسكرية والمخابراتية وكذلك تخوف شركاء الجزائر والاقتصاد من البديل أي من سلطة سياسية ذات مرجعية إسلامية اختارها الشعب. طبعا أنا أتحدث هكذا أتكلم هذا لأنني من أبناء الصحوة وأعتقد أن إن تمت فيه انتخابات حرة اليوم سوف يعني أبناء الصحوة ينجحوا في الانتخابات يعني. إذا وفي نفس الوقت لازم واحد يعترف لأن بعض الذين انخرطوا في السياسة من أبناء الصحوة الإسلامية قد تسببوا في هذا التخوف خطاب عنيف خطاب غير مسؤول ونحن نعمل اليوم لتصحيح هذه الوضعية. المهم أن صحيح أن النظام صامد إلى يومنا في هذا لكن لا يمكن أن يبقى الوضع هذا غير طبيعي على حاله فلا بد ان تكون هناك تغيير ويكون هناك تغيير باذن الله تعالى. وبالمناسبه ونحن في حركه الحريه والعداله الاسلاميه يعني نعتبر انفسنا فعلا يعني قراب جدا لحزب العداله والتنميه في تركيا ونرى بانه استطاع هذا الحزب يعني انه ينحي هذا التخوف هذا اللي موجود والعالم يشهد الآن حراك سياسي ديمقراطي ونشاط اقتصادي في تركيا تحت يعني حكم العدالة والتنمية. إذا يمكن أن نقوم بهذا إن شاء الله في الجزائر.
أكدت التجارب في الجزائر أنه لا مخرج سياسي إلا بتوافق حول ميثاق ينهي التسير الارتجالي ويعيد الأمل ويفتح الآفاق، فما هي نظرتكم إلى هذا الميثاق؟ ايوه، فيما يخص يعني هذا مهم جدا كذلك، وهذا انهاء التسيير الارتجالي هذا. بس اخي، انهاء التسيير الارتجالي يتطلب في الجزائر يتطلب تغيير النظام، ومع الاسف نظام اصبح منذ احداث سبتمبر في امريكا الاليمه هذه اصبح ينظر اليه كمرجعيه في محاربه ما يسمى بالارهاب. شوف اخي الكريم، نحن في حركتنا نسعى للتفاعل مع الاستراتيجيين الغربيين وصناع القرار، خاصة في أمريكا وشركاء الجزائر والسلطان، من أجل إقناعهم بأن أفضل رد على أحداث سبتمبر يعني 2001 ليست مزيد من القمع والاعتماد على هذه الأنظمة الفاسدة أو التي أثبتت إفشالها. النظام أنظمة فاشلة يعني، بل بالعكس تماما، فإن أفضل رد على هذا على هذه الأحداث هو فتح المجال السياسي بدل من خنقه وتمكين الشعوب الإسلامية من تقرير مصيرها السياسي. طبعا هذا بدون تدخل، لأنه احنا كل ما نقول للغرب أنه يرفع يده ودعمه لهذه الأنظمة ويخلي الشعوب هي اللي تقوم بالتغيير يعني المطلوب يعني. وحقها في اختيار النظام الذي يناسبها عبر انتخابات حرة وترسيخ قيم الديمقراطية الحقيقية والتداول على السلطة. إذا والحمد لله الإدارة الأمريكية الحالية تفهم ذلك يعني. فإن الأمر المؤكد هو أن يعلمون جميعا بأن المشاركة الفعلية لكل بلد في النظام الاقتصادي العالمي، وهذا اللي يهمهم في الغرب يعني، إن هذه المشاركة هذه تعتمد أساسا على القرارات التنموية المتخذة داخل كل بلد، كما أن اتخاذ الحكومات قرارات تخدم فعلا المصالح الاستراتيجية لشعوبها يحتاج إلى استقرار سياسي، يحتاج إلى استقرار سياسي، والاستقرار السياسي بدوره لا يمكن أن يقوم إلا من خلال تراضي بين الحكام والمحكومين، فهذا الأمر أصبح واضح يعني. المسائل يعني فعلا مرتبطة ومترابطة ومتشابكة يعني، فيعني فشركاء الجزائر مثلا اليوم يفهمون يعني، يفهمون يعني بأن التخلف التنموي في بلادنا في الجزائر هو النتيجة مباشرة لتخلف الأداء السياسي وخضوع مؤسسة الدولة إلى فئة مجرمة فاسدة باغية وتغاب على وتفقد يعني اي شرعيه شعبيه ودستوريه. اذا يا اخي الاشكاليه فور في انهاء الارتجال في التسيير، بل لابد من جعل حد للحكم هذا، الحكم هذا الفاقد الشرعيه الشعبيه والدستوريه الحاليه، والمتسبب في هدر اموال شعبنا واتلاف خيراته ومصالحه الاستراتيجيه. ولتحقيق ذلك لا بد من معارضة وطنية واعية، يعني هذا الذي ينبغي، معارضة وطنية واعية بالوضع الوطني والخطر اللي احنا عايشينه الآن يعني، والوضع الإقليمي والوضع الدولي، وتمثل هذه المعارضة كل الطي السياسي دون إقصاء. يتشبع أفراد هذه المعارضة كلها، تيارات هذه المعارضة كلها، كلهم يعني يتشبعون بثقافة يعني تعددية واحترام حق التباين مع الحصار على واحد الصف من الوطن. On cherche l'unité mais pas dans l'uniformité، يعني لأن on a cherché le droit à la différence كما يقولوا بالفرنسية، لازم فعلا أن كلهم يعترفوا بهذا. فلإيجاد هذه المعارضة الوطنية المتماسكة كهذه لابد من بناء ثقة من جديد بين مختلف التيارات هذه. لذلك يعني نحن صراحة نسعى منذ مدة للعمل، وطبعا من وراء الستار وكذا، من أجل تجديد هذه الثقة
أن يساهم مع تيارات أخرى لتجديد هذه الثقة، ونعمل نحن بطرق مختلفة بطريق مباشرة غير مباشرة من أجل إقناع الجميع يعني، ولا لتبني ميثاق شرف للممارسة السياسية. احنا اسميناه ميثاق شرف للممارسة السياسية، c'est un pacte d'honneur de l'action politique يعني، اين نريد ان الجميع يعني يتعهد على حول عدة نقاط. نقاط مقترحة من عندنا كاين واحد 9 نقاط، ومنفتحين إلى نقاط أخرى من قبل تيارات أخرى، فلا بأس إني أتلو عليكم بعضها لضيق الوقت يعني، ولكن نقراها ديركم يعني، هذه ستساعد يعني. هو أول نقطة الأولى الأساسية لازم يعني، هذه إحنا عندنا كما عملناها في عقد روما فطالبينها هنا كذلك، العقد الوطني الذي عملناه.